هاي. الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير هو أحد أمراء لبنان، يعتبر فخر الدين الثاني الأمير الفعلي الأول للبنان لأنه سيطر على جميع الأراضي يلي بتضم مناطق لبنان المعاصر بحدوده الحالية باعتراف الدولة العثمانية. كان فخر الدين ذكي بالسياسة وتحالف خلال عهده مع توسكانا وإسبانيا، وازدهرت البلاد خلال حكمه وكترت فيها أعمال التجارة مع أوروبا والدول المجاورة، وعاش الناس براحة قبل ما يتم القبض عليه وإرساله على إسطنبول وإعدامه. كان فخر الدين متواضع، بشوش، كريم، منفتح دينياً، حازم وقوي، وبيوقف مع المظلومين. أسس فخر الدين الجيش اللبناني ببداية القرن 17. مين قال إنه حقق مع 5000 جندي لبناني أول انتصار ضد 12000 جندي عثماني بمعركة مجدل عنجر سنة 1622؟ أنا قال. شوفكم بكرة.